لما افتح ثغرات في ستر التراب محتاج ترومبات، لان دي فكره الشهيد باقي ذكي. اتجه بعد كده الفكره ان هو استوحاها من لما كان بيشتغل في قناه في السد العالي اثناء انشاء السد العالي، وكانوا بيتخلصوا من الستر الترابيه بهذا الاسلوب، ففكر الفكره وطرحها، والقياده وصلت المعلومه الى القياده السياسيه وابتدت تاخد اجراءات لجلب هذا الكلام او هذه المعدات. الترومبات دي عشان تصل الينا كان عندنا كذا محور. كان عندنا ترومبه اسمها ام 60 بتجيب 15 متر، 15 متر مكعب في الساعه من الرمال، بتقدر تزيح هذا الكلام. فكرنا في حاجه احسن، انجلترا عامله ترومبه ثانيه اسمها اف دبليو دي بتجيب 100 كيلومتر، 100 متر مكعب في الساعه، فدي اقوى واحسن. فكرنا مع المانيا لانها ممكن تجيب لنا ترومبات 250 وجهزتها بالفعل 250 متر مكعب في الساعه. دي اللي كانت يعني فاعله وناجزه. ابتدينا نجيب هذه، نستورد هذا الكلام، يتصور على اليمين لوزاره الزراعه والداخليه على اعتبار ان دول هتستخدم في الحرايق عشان ما نلفتش الانظار. اه طبعا، ويقعدوا يتكمروا باللغه العاميه داخل احد المستودعات او احد الاماكن لمده كبيره جدا، بحيث وكان ان في اجراءات جمركيه ما خلصتش، وفي يعني مشاكل ورقيه في الورقيات يعني، وبالتالي في مش عارف خدمه ايه وايه وايه، فالموضوع ايه يتنسي، يقعد فتره يتنسي، وبعدين يتم تسريب هذه الترمبات الى اماكن التنفيذ. فانا عايز اجرب هذا الكلام وجربه. عملنا 322 تجربه لل على الرياح البحيري في القناطر. الرياح البحيري بعد منطقه القناطر كده في جزء كده يتسع مشابه لقناه السويس، تم تجهيز هناك بالاضافه لانشاص. طبعا اتعمل نفس الكلام في انشاص، ولكن التجارب الرئيسيه كانت في منطقه الرياح البحيري دي، وكان بيجهز ويعمل الستر التراب ويستخدم الترومبه، وازاي يستخدمها، طب هتشتغل ازاي، طب المقاتل يشتغل عليها ازاي. ابتدت العناصر الهندسيه تتدرب على هذا الكلام وتجهزه عشان تحقق المعدلات اللي تكفي. طب احنا محتاجين قد ايه وقت؟ العسكريه الامريكيه قالت باستخدام تقنيات تانية مختلفة خلاف هذا الكلام على الأقل 48 ساعة، أنا عملت هذا الكلام في 5 ساعات. فده في حد ذاته يعتبر إنجاز طبعًا. بل إعجاز بكل المقاييس، لأن كبريات العالم المتخصصة في هذا المجال أجزمت إن من الاستحالة إن حد يعمل هذا الكلام، ولكن الحمد لله قدرنا نحقق هذا النجاح الغير مسبوق يعني. بدأت فعلاً بعد ما جهزنا هذا الإجراء واخترنا الموضوع ووصلت العناصر اتدربت عليه في مرحلة العبور، نيجي بقى لكيفيه تواجد الكباري، وفي نفس الوقت كيفيه المناوره بالقوات للوصول وتنفيذ خطه الفتح الاستراتيجي للوصول الى المعابر والحركه. طيب الكباري نفسها بقى، انا محتاج كباري نوعيه معينه، كباري تشيل دبابات، وكباري خفيفه تشيل معدات وعربات صغيره وقوارب عشان ما تطيع، عشان تصل الى الشاطئ الشرقي للقناه بسهوله وتحمل الجنود وتستخدم المدافع وبتاع. العناصر الهندسية اللي تقدمت والصفوف ودخلت في الأفواج الأولى أو في الموجات الأولى للحرب فعلا كان كما كان يستخدم يعني مضخات المية اللي كانت بتستخدم دي عشان تطلق أو تزيل الرمال، كانت بتهيل هذا الكلام على وكمردود يعني. الرزاز بتاعها كان بيغرق المقاتل، وكان في ناس بتستشهد وكان ناس بتصاب، لأن ده تحت ضغط استخدام نيران للعدو. الموضوع مش احنا مش بنزيل بس ساتر، مش سايبيننا طبعا، مش سايبينك تزيل الساتر الترابي كده بسهوله. فكان في تعامل مع كده، وفي نفس الوقت كانت العمليه بتتجهز. تخيل لما نعمل اول كوبري يتعمل بعد 6 ساعات بالظبط، الساعه 8:30 بالليل يوم 6 اكتوبر كنا جاهزين اول كوبري على بعد الساعه 12:30 بالليل، او يعني بعد 8 ساعات ونص بالظبط من بدايه ال كنا عاملين 8 كباري تقيل واربعه خفيف و30 معبر معديه. ده في حد ذاته كبير قوي عشان انقل القوات. كل تاكيد انا نزلت 90,000 كيلو متر وفتحت 60 ممر بالمعدات الهندسيه او بترمبات المايه دي. طب المايه لما بتنزل بتعمل طبعا مجموعه من نقول يعني مش كل المايه مش كل الرمل بينزل، بل بالعكس ده تصل الى متر مساحه من الروبه اللي هي الارض الممزوجه بالمايه، فبتعمل روبه اللي بتسبب الانزلاق لاي حاجه تمشي فيها، زائد انها ممكن تغوص فيها. فكان لازم عندي معدات هندسيه جاهزه على قمم او على ارتال العناصر اللي عابره عشان تزيل وتفتح. اعمل تكسيه الاول يعني سواء كان بالخشب او بالمواد السلكيه او بشكار الرمل او بالحجاره او بالدبش عشان اعمل هذا الكلام، واعمل تربه. زائد ان تشوف بقى مشكله المد والجزر بقى حضرتك.
انا كنت عامل الجنب الغربي او الشاطئ الغربي وعامل التاكسيه بتاعتي ومرسي نفسي عليه، طب الجانب الشرقي بقى اعمل كده تطلع المياه فيها مد كده جزر مش عارف وهكذا. طب الكلام ده مفيش اتزان، يتطلب بقى عمل هندسي سريع عشان اقدر اظبط المعبر على راس الكوبري على الـ على الـ على الشاطئ الشرقي. فدي يعني بقول لحضرتك كان من اعجاز الاعجاز ان هذا الكلام يتم ويتم باحترافيه شديده وتكبد خسائر في الارواح ومجهود غير مسبوق وملحمه بطوليه رائعه طبعاً. يعني ملحمه العبور دي لوحدها لو درست في العالم كله فعلا افضل او اعظم مرحله تمت في مرحله حرب اكتوبر، يعني لان بدونها ما كانش هيبقى في عبور ولا كان فيها يبقى في مصر بالتاكيد. الحقيقه وانا بسمع حضرتك يعني انا يعني من مدى صعوبه الموضوع حاسه ان انا بسمع قصه اسطوريه، يعني هي يعني التفكير والتجهيز لي بمثابه حقيقي زي ما حضرتك قلت اعجاز، وان احنا نقدر ننفذه في الوقت ده يعني مفيش حاجه تتقال اكتر من هي فعلا ملحمه بطوليه وهي بالفعل بتدرس في الخارج حتى الان يعني.